السلام عليكم، معكم طارق الزريدي رئيس جمعية أحرار الفنون وارتيست يعني مغني ديال الراب من الناس القدام. كي تشوفوا جينا اليوم باش نحضروا لهاد المبادرة ولا الفورماسيون اللي دايرين ديال التنمية البشرية، التنمية المستدامة. لقينا شباب تا هما عندهم غير على الوطن عندهم بزاف ديال الحوايج، حنا نطرقوا على جوج مواضيع اللي تيضربوا لنا في قلبنا كفنان كرئيس جمعية، تهضروا على الصحة وعلى التعليم. كي تشوفوا الصحة المغربي متضرر بالدرجة ماشي الألف، شي حاجة كاع ما كايناش، ما يمكنش يكون عندنا سبيطارات بحال كمية جلالة الملك محمد السادس تيحاول يبني ويكبر بلادو ويعاون المغاربة كلهم، ما عرفناش شكون هي الداخلة اللي كاينة اللي تبغي تخسر هادشي كله. بدا ندخلوا ديال الدولة ديالنا، حنا ديالنا تندخل دابا خصو 60 درهم 60 درهم تصلى عليك ما تدوز، هذا عيب وعار. هذه خاصها ماشي يوم ولا يومين، هذا خاصها واحد العام وحنا تنهضرو باش يتحل هذا المشكل. هذا مين تيجي الانسان مريض عنده الكبده ولا عنده السرطان تيعطوه رانديفو فيه عام، هذا الحماق، هذا راه تسطي، هذا ما عمرها كانت وما خصهاش خصها تكون كاع. المهم اول حاجه تنبغي نبلغ المسؤولين يكونوا غير على هاد البلاد هذا ويحاولوا يعاونوا هاد البلاد هادي، حيت حنا راه مغاربه وتنغيروا على هاد البلاد هادي. عاونوا الله يحميكم والدين، ما بغيناش راسنا يتفرقع بزاف. شكرا. والصراحه انا تعرف العبر في الاغاني ديالي، غنقول لكم واحد المقطع من اغنيه ديالي سميتها بغيتوها فوضى. هاد الاغنيه تهضر على كاع الشفاره اللي ما عندوش غير على البلاد. تنقول بغيت نقول الحق والحق خارج من لساني، ما عنديش مع الكلام اللي مخبي بالمعاني، ما عنديش مع الناس اللي مثلهم الضمير، وما عنديش مع الناس اللي دهان وسير، عندي مع الناس اللي خدمين هاد البلاد، عندي مع الناس اللي عارفين حق العباد، وما عنديش مع الحزاب والحزاب النباحة بحال شي برمالي اللي وسط هاد الساحة، وما عنديش مع البزناز اللي بيعوا الشراب والحشيش، وما عنديش مع اللي خاف باش الناس يقول درويش، عندي مع الصحافة ماشي كلام إباحة تخسر الهضرة باش تبان في الساحة، ما عنديش مع البوليسي اللي ناس ايمانو، عندي مع البوليسي اللي عارف حق دينو، ومعيش مع السكوات وسكوات هو غواتي، عندي مع اللي بيخدم ولاد بلادي. شكرا. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.